السلام عليكم. عندك الفلوس في باي بال بالدولار وبغيتي تسحبهم للحساب البنكي ديالك هنا في المغرب بالدرهم، وبغيتي تعرف شحال غيقطعوا لك على هاد التحويل، وكذلك شنو هي المده اللي غادي يستغرق هاد التحويل حتى يوصلك الفلوس ديالك في البنك ديالك. كل شيء هادشي غنجاوبوا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساش دير جيم وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش كل شيء يستافد. إذن على بركة الله غنبداو ببنك سياش، حيث هو اللي عند بزاف ديال الأصدقاء ديالنا. فإلا كان عندكم شي حساب بنكي آخر حطوه في التعليق ديال هذا الفيديو، إن شاء الله غنخصص ليه كذلك فيديو خاص به. إذن فاش كنفتحوا حساب ديالنا في سياش بنك، سواء حساب كوترونت يعني الناس اللي قل من 30 سنة، أو حساب سيدتي يعني لجميع السيدات، فهنا كنستفدوا من حسابات مجانية وكيعطيونا بطاقات بنكيه اللي كنقدروا نسحبوا بها الفلوس من كيشي اوتوماتيك، وبزاف بزاف ديال المزايا الاخرى اللي ديجا شرحناهم في القناه. يمكن لكم ترجعوا للقائمه نتاعت الابناك، غتلقاو كل شيء مشروح بالتفاصيل بلا ما نطولوا الفيديو. لكن اللي مهم عندنا هنا وللاسف هو ان هذه البطاقه اللي كيعطيوها لنا في هذه الحسابات هي بطاقه ماستر كارد ماشي فيزا، وحنا الا بغينا نسحبوا الفلوس ديالنا من باي بال ضروري خص تكون عندنا بطاقه فيزا، وهذا الشيء علاش غنحتاجوا لبطاقه اخرى اي شوبين. كذلك هذه البطاقه راه تابعه للسياش بنك، وهي عباره عن بطاقه روشارجابل يعني كنقدروا نشارجوها من الحساب ديالنا، واللي غتمكننا نسحبوا فلوسنا بكل سهوله من الباي بال. فبالنسبه للثمن ديال هذه البطاقه هو 66 درهم للسنه، وكتكون مده الصلاحيه ديالها 3 سنوات. ودابا غنوريكم الطريقه باش نطلبوا هذه البطاقه انطلاقا من التطبيق ديالنا سياش موبيل بلا ما نمشيو حتى للوكاله. كندخلوا للتطبيق ديالنا سي اش موبيل، من بعد كتطلع لكم الواجهه على هذا الشكل هذا. هنا لتحت كنلقاو سوسكريبسيون او برودوي اي سيرفيس، ملي كندخلوا لها كنلقاو ديكوفرير نو برودوي بانكير، كنلقاو الفوق كارت بانكير هي اللي كتهمنا، وتحت منا كوماندي اون كارت اي شوبين فيرتويال. بالنسبه لهذه البطاقه فهي فيرتويال يعني كيصيفطوا لينا المعلومات ديالها وما كناخذوش البطاقه في يدينا. وهنا ملي كندخلوا كيطلعوا لنا لي زافونتاج تاع هذه البطاقه. كيف قلت لكم سابقا اي شوبين راها فيرتويال يعني كنخدموا غير بالمعلومات ديالها، اما هي ما صالحه لينا لوالو. الا بغيتوا تاخذوها باش تكون عندكم بلا ما تبقاو كل مره تدخلوا للتطبيق باش تاخذوا المعلومات ديالها، يمكن لكم تمشيو للوكاله اللي قريبه لكم غيعطيوها لكم بلا شي مصاريف اضافيه. ولكن انا كنصحكم تاخذوا المعلومات من التطبيق بلا ما تخدموا بالبطاقه، لانها تقدر تطيح لكم ويلقاهاش حد ويستعمل لكم هاد المعلومات. وهنا ملي كنطلبوها اوتوماتيكمون كتطلع لينا هنا في ميكارت، كنجيو هنا كندخلوا الميكارت كنلقاو لاكارت الاصليه ديالنا، كنسحبوا من اليمين لليسار كتطلع لنا بطاقه اي شوبين المعلومات ديالها. كيف كتشوفوا الا بغينا نشوفوا المعلومات ديالها باش نخدموا بهم كنلقاو هنا واحد افيشي لي زانفورماسيون دو لاكارت، كنكليكيو عليها كيطلعوا لي جميع المعلومات الخاصه بالبطاقه، الرقم بالكامل دات ديكسبيراسيون وكذلك رقم الحمايه ديالنا. الا بغينا نشريو من شي موقع كندخلوا هاد المعلومات. هنا بالنسبه لهاد الخانه نتاع بلوكاج، الى ساليتي الاستعمال ديالك من هاد البطاقه كدير ديبلوكي باش حتى الى جا شي واحد وبغى يشري بهاد البطاقه ديالك ما يقدرش يشري، لانها بحال قلتي مبلوكيه، وبالتالي هذه حمايه اضافيه للبطاقه ديالنا. بالنسبه للسولد كيطلع لينا هنا شحال السولد اللي عندنا ديسپونيبل يعني اللي نقدروا نخدموا به. اذا هنا بعد ما خدينا البطاقه اي شوبين ديالنا غنمشيو للحساب ديالنا في باي بال باش نربطوا هاد البطاقه مع الحساب. اذا ملي كندخلوا للحساب ديالنا كتبان لنا الواجهه على هذا الشكل هذا، كنزلوا هنايا كنقلبوا في هذه البطاقات اللي مربوطه لنا مع الباي بال. في حاله ما عندكش شي بطاقه هنا فيزا فراه ضروري خويا تكون عندك واحد البطاقه فيزا باش نقدروا نصيفطوا لها الفلوس ديالنا. اذا اش غنديروا، غنجيو هنا نربط البطاقه او الحساب، هنا غيعطيونا المعلومات الخاصه بالبطاقه اللي خصنا نعمروهم. فاول حاجه عندنا رقم بطاقه الائتمان او السحب، هنا كيكون عندنا 16 الرقم كندخلوهم، ومن بعد هنا كنختاروا واش ماستر كارد ولا فيزا ولا اي بطاقه اخرى. هنا كنديروا رقم ديال الصلاحيه ديال البطاقه تيكون فيها الشهر وكذلك السنه، وهنا رمز الحمايه. بالنسبه لهذا رمز الحمايه كذلك كي تشوفوا هنا فين كيكون، كاين البطاقات اللي كيكون قدام لاكارت وكاين البطاقه اللي كيكون في الخلف ديالها.
ثم من بعد كنديروا ربط البطاقة. فمباشرة كتربط لنا البطاقة وكنرجعوا للحساب ديالنا باش نسحبوا الفلوس ديالنا. باش كنتأكدوا باللي البطاقة فعلا تربطت كنزلوا هنا كنلقاو البطاقة هنايا مربوطة. اش غنديروا دابا؟ كنطلعوا دابا كنجيو هنايا كنديروا تحويل مبالغ مالية. فبالنسبة لي انا يلاه سحبت كيف كتشوفوا قدامكم 120 دولار، هنا عندي سولد انسفيزون يعني ما نقدرش نسحب، ولكن غنوريكم كيفاش تديروا. فكنديروا تحويل مبالغ مالية. هنا كيقول لك واش بغيتي تحول لحسابك البنكي ولا تحول لحساب تجاري وفا بنك. فباش تفهموا شنو هو الفرق بينتهم، فبالنسبه للمغرب دايرين باي بال شراكه مع تجاري وفا بنك، فهو البنك الوحيد في المغرب اللي نقدروا نربطوا الحساب باي بال ديالنا مع الحساب البنكي ديالنا، ماشي البطاقه، كنهضروا على الحساب. اما بالنسبه للبطاقات فاي بطاقه فيزا كارد انترناسيونال تنقدروا نربطوها مع الباي بال. اذا اللي كيمنحنا هو هذه الخانه الاولى، كندخلوا لها مباشره. هنا كيقول لك باللي الفلوس ديالك كتوصل بين 5 ايام حتى 7 ديال الايام ديال العمل. الا جيتي انت مثلا وسحبتي الفلوس ديالك نهار الجمعه، فراه السبت والحد ما كيتحسبش، يعني غنحسبوا الجمعه الاثنين ثلاث الاربع ما غيوصلوك حتى الخميس ولا الجمعه. اذا هنا البطاقه اللي عندي هي هذه لانني انا ربط وحده فقط. الا كنتي انت ربط اكثر من بطاقه غيطلعوا لك هنا كاملين. هنا كنكليكيو على البطاقه، اذا الرسوم اللي عندنا هنا غيقطعوا لنا على هذا السحب، سواء كان دولار 2 دولار 100 دولار 200 دولار، فراه هو 5 ديال الدولار. ملي كنديروا التالي، اذا هنا كيف قلنا سابقا انا عندي سولد انسفيزون، يعني اقل حاجه خص يكون عندنا هو 5.01 اللي هما كيضمنوا الكوميسيون ديالهم اللي هي 5 دولار، ومن بعد اي حاجه كانت فوق ديك 5 دولار فراه كتوصلك للحساب البنكي ديالك. وبالنسبه للتحويل فدائما باش تعرف شحال غادي تحول لك كتجي لجوجل وكتكتب دولار تو ماد، يعني الدولار بالدرهم، هنا كيبان لك شحال ساوي. فشوفوا راه طاح بزاف، اذا هنا كيبان لك باللي الدولار ساوي 10.11، ولكن انت راه ما غتوصلكش هاد 10.11، غالبا تيحولوا ب 10.0504، وانت هذاك المونطون اللي بغيتي تحول هنا مثلا 100 دولار كتشد هذيك 100 دولار كتضربها في 10.05، وهذاك المجموع هو اللي غادي تحول لك الحساب البنكي ديالك في المغرب. اذا خوتي راه الطريقه سهله ما فيها حتى شي اشكال، اي مشكل واجهته حطوه لي في التعليق الخاصه بهذا الفيديو، ان شاء الله غنجاوبكم عليه واحد بواحد. يلا خوتي بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، ودمتم في رعايه الله.